مرحبا بالعناوين نبدأ النشرة. الوداع الأخير لباسكال سليمان غدا ومتابعة لمجريات التحقيق. الرئيس عون يتصل بعائلة المخدور معزيا لجلاء كل المعطيات. التوتير الأمني يتنقل بين المناطق على رغم دعوات التهدئة. الثامنة إلى ربع بتوقيت بيروت، أهلا بكم إلى هذه النشرة التي تنشر لاحقا مع سائر أخبارنا عبر موقع otv.com.lb وعبر صفحات الOTV على مواقع التواصل الاجتماعي اكس، فيسبوك، انستغرام، تيك توك، يوتيوب، وتنقلها مباشرة صوت المدى. غدا كل لبنان سيودع باسكال سليمان، فمنذ لحظة اكتشاف الفاجعة لم يعد المغدور فقيد عائلة وحزب فقط، بل أضحى شهيد وطن كامل. مصير كيانه اليوم مهدد أكثر من أي وقت مضى، ففي كنيسة مار جرجس جبيل ستقام مراسم الجنازة التي يترأسها رأس الكنيسة المارونية، والتي تليها كلمات سياسية قبل مرافقة الجثمان إلى مدافن بلدته ميفوق، مرورا بمحطات شعبية كثيرة. لكن إذا كان يوم غد يوم الصمت والصلاة ولو تخللته مواقف سياسية، فبعد غد السبت يفترض أن يكون يوما آخر، يوم تطرح فيه بصراحة وجرأة كل الأسئلة على كل المعنيين. أولا على المسؤولين عن ملف النزوح السوري من ألفه إلى يائه منذ اندلاع الحرب السورية عام 2011، ومن هؤلاء رئيس الحكومة الحالية الذي تساهل مع دخولهم خلال ترأسه الحكومة السابقة، والذي يكرر اليوم وعوده التي لن تجد طريقها إلى التنفيذ، ومنهم أيضا القوى السياسية التي قد تكون استفاقت متأخرة بعدما ساهمت مواقفها الموثقة نصا وصوتا وصورة بتأمين الغطاء لعرقلة العودة منذ سنين ولأحجام الجهات اللبنانية المعنية عن القيام بواجبها. ثانيا على المسؤولين عن الفراغ الرئاسي والترهل الذي أصاب المؤسسات السياسية من حكومة ومجلس نواب، والهريان الذي ضرب السلطات القضائية والإدارية وسائر مكونات الدولة في السنوات الأخيرة. وثالثا على المسؤولين عن ربط لبنان بأزمات المنطقة عوض انتخاب رئيس وأنهاض الدولة لمواجهتها. الحزن غدا سيكون كبيرا وكبيرا جدا، لكنه لن يكون أكبر من الرجاء. الرجاء بالمسيح القائم من بين الأموات قبل كل شيء، والرجاء بقيامة الوطن من المأساة كي لا تذهب هباء دماء آلاف الشهداء والضحايا على مر تاريخ لبنان. واليوم أجرى الرئيس العماد ميشيل عون اتصالا هاتفيا بعائلة المأسوف على شبابه باسكال سليمان، مقدما التعازي لزوجته وشقيقه وأفراد عائلته، ومؤكدا إدانته لهذه الجريمة النكراء. وقال الرئيس عون أنه سيتابع مجريات التحقيق حتى تنجلي كل المعطيات وينال كل من شارك في هذه الجريمة عقابه. التحقيقات تؤكد فرضية السرقة في جريمة باسكال سليمان، ورئيس عون يتصل معزيا ويؤكد أنه سيتابع مجريات التحقيق حتى تنجلي كل المعطيات. تواليا تتكشف معطيات جديدة بحادثة قتل المخدور باسكال سليمان، والتي أصبحت عائلته ملمة بكامل تفاصيلها، حيث كشفت التحقيقات الأخيرة أن ساعة وفاة باسكال كانت هي نفسها الساعة التي تم اعتراض سيارته فيها، وهي أتت نتيجة تلقيه ضربة قوية على الرأس وهو ما أثار ريبة العصابة التي ارتأت التخلص من الجثة، بالإضافة إلى أن العصابة نفسها عمدت إلى محاولة سرقة سيارة أخرى صباح اليوم الذي قتل فيه باسكال في منطقة أدمة، وهو ما وثقته الكاميرات، بالإضافة إلى قيام العصابة أيضا باعتراض سيارتين لسرقتهما في المكان نفسه قبل الجريمة. هذه المعطيات تؤكد بحسب مصادر أمنية أن الحادثة دوافعها السرقة مستبعدة نظرية الاغتيال السياسي لباسكال، الذي يشهد له الجميع بأخلاقه الحميدة وعلاقاته الجيدة بجميع الأطراف. وفي تفاصيل دفن باسكال يوم الجمعة، سيرافق الأصدقاء والأقارب جثمانه إلى كنيسة رعية مار جرجس في جبيل، حيث يترأس البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي مراسم الدفن التي تليها كلمات سياسية.
وبعد الانتهاء من مراسم الجنازة سيتوقف الموكب في طريقه إلى محطته الأخيرة ميفوق في أكثر من محطة. وفي الموازاة، دعت الأمانة العامة للمدارس الكاثوليكية إلى اعتبار يوم غد الجمعة يوم صلاة من أجل خلاص لبنان، كما وإلى إقفال مدارسها على كافة الأراضي اللبنانية. بالعودة إلى التعازي، تقبلت عائلة المغدور اليوم التعازي في صالون كنيسة مرجرجس وسط بيروت، حيث حضر العديد من الشخصيات، كما اتصل الرئيس العماد ميشيل عون بالعائلة مقدما التعازي لزوجته وشقيقه وأفراد عائلته، ومؤكدا إدانته لهذه الجريمة النكراء. وقال الرئيس عون أنه سيتابع مجريات التحقيق حتى تنجلي كل المعطيات، وينال كل من شارك في هذه الجريمة عقابه. ومن الشخصيات التي قدمت واجب العزاء رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، وردا على سؤال قال ميقاتي: طبعا هناك أياد خبيثة تتحرك، ولكن الأجهزة الأمنية لها بالمرصاد. ومن المعزين أيضا قائد الجيش العماد جوزيف عون. دعا عضو تكتل لبنان القوي النائب سيزار أبي خليل إلى التعاطي مع جريمة قتل باسكال سليمان بمسؤولية وليس بالاعتداء على السوريين، لأن ذلك لن يغسل المواقف السابقة لهؤلاء من ملف النزوح السوري. وفي الحرب القائمة في الجنوب، أمل أبي خليل عبر حوار اليوم من الأو تي في في أن يعود لبنان إلى الوضع ما قبل 7 من تشرين الأول. لبنان أقدم دولة بهيدا الشرق، مذكور 72 مرة لبنان بالكتاب المقدس. حضارتنا ولبنانيتنا أقدم منهم كلهم، بقى ما حدا رسم لنا حدودنا من الـ 1516، من وقت الاجتياح العثماني هون كان في عنا دولة، نحن كانت المخاطبة من سلطان البحر والبر إلى سلطان البر. فبالتالي حتى مع بداية الدولة العثمانية كان في لبنان دولة، وكان في لبنان إمارة خاطب السلطان العثماني بشكل ندي. بقى وقت كانوا كل الدول هودي لا تدل اسمهم على أي كيان سياسي، إنما على منطقة جغرافية. حتى حدنا سوريا قبل سنة 39 بوجه الفرنسي والأوروبي وأي أحد تاني بده يشكك بشرعية لبنان، هيدا سكرياج بالنسبة لنا. والحكي بالحدود، ايه وقت اللي بدي حدود، ايه لبنان الطبيعي اكبر من الموجود هلا، مش اصغر من الموجود هلا. بقى الساحل الشرقي للمتوسط ما يوخزوني، كان كله لبناني. انا بتمنى اليوم دماء باسكال ما تروح هدر، بتمنى ان تكون جرس الانذار لتصحيح مواقف، مش عبر عنف وأعمال رعاعية بالشارع، بس تصحيح مواقف بالسياسة. منوقف بمبادرات منخدها على مستوى البلديات محل ما الدولة، لأن اليوم في عندك حكومة المئات لا يعتمد عليها ولا يعتد بها. موقفنا واضح بهيدا الأمر. نحن وقلنا لو هيدي الحرب عم بتحرر لنا مزارع شبعة، لو هيدي الحرب عم تلال كفرشوبة، الجزء الشمالي تبع الخجر 13 نقطة المختلف المتحفظ عليها أو المختلف عليها بالحدود الجنوبية، كنا منقول عملنا إنجاز ما. بس إنه نرجع فقط لسبعة أكتوبر، لما قبل 7 أكتوبر، وإن شاء الله إلى ما قبل 7 أكتوبر، مع كل الدمار اللي مع كل الدمار اللي حصل، ما في يقول انا انه عملنا انجاز بهيدا الامر. يعني انت حتى مش واثق انه نرجع الى مقتل سبعة. انا بتمنى انه قرار من مجلس الامن، مثل ما طلع قرار ب 25 اذار بوقف اطلاق النار بغزه، يطلع قرار بوقف اطلاق من لبنان، ويكون مخرج لا وقف اطلاق النار بجنوب لبنان، بجنوب لبنان. لما تقول إن شاء الله نرجع إلى ما قبل 7 أكتوبر، يعني اليوم النائب سيزار أبي خليل ليس واثقا أنه وضع لبنان كوراء تفاوضية، تنكون كتير واضحين، ما رح يكون كما كان عليه قبل 7 أكتوبر. كان عندنا معادلة ردع حمية البلد 17 سنة، فقدت هذه المعادلة؟ سقطت؟ لكن يمكن 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 حزب الله عنده الإمكانية لإعادة قلب الطاولة، وعنده أسلحة ما استخدمها بعد، عنده أسلحة نوعية ممكن تقدر. هلأ بلشنا رجعنا على التحليل، رجعنا بالتحليل، إنما
الظاهر أنه الاتفاق الأمريكي الإيراني اتفاق حد من معادلة الردع هيدي، مما أفقدنا الوضع إذا بدك الهيبة يلي كانت قبل 7 أكتوبر. يعني إيران حطت على الطاولة أوراق كانت ربما تكون أوراق قوة للبنان لصالح الذهاب إلى اتفاق مع الجانب الأمريكي. من الواضح اليوم في إرادة أمريكية، واليوم الإيراني عم بفاوض مباشر مع بسلطنة عمان مع الأمريكي وهنالك اتفاق الظاهر أمريكي إيراني على عدم توسع الحرب، وهذا أمر ما بدنا إياه نحن. أوكي. أكيد ما بدنا تتوسع الحرب، وأكيد بدنا نحمي لبنان، ونحن أصلا كنا ضد الانخراط بهذا مبدأ وحدة الساحات. نحن مع لا مركزية الساحات، لا مركزية إدارية ومالية ولا مركزية ساحات كمان بقى. هيدا الأمر كمان مرة تانية بالتحليل يمكن أثر على 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 الوضع، وأدى إلى كمان تضاؤل هيدي المعادلة أو أضعاف هيدي المعادلة اللي كانت سائدة ما قبل 7 أكتوبر. الخبير الاستراتيجي العميد المتقاعد أمين حطيط أكد عبر الأوتيفي أن إيران هي من يحدد مكان وزمان الرد على العدوان الإسرائيلي الذي طول القنصلية الإيرانية في دمشق. النقطة الأولى أن الرد وشيك، وهذا أمر غير مقطوع به، لأن إيران ليست مقيدة بتوقيت معين وليست ملزمة بتنفيذ أعمالها العسكرية وفقا لما يشتهي أو ينظم لها العدو أو الخصم. وبالتالي مسألة التوقيت لا زالت تحت علامة استفهام كبيرة تتحكم بها إيران وتحتفظ بها من أجل تحقيق عنصر المفاجأة في الرد من جهة، وأن تمارس ثقل عبء الانتظار الذي هو قائم الآن، لأن هذا الانتظار، انتظار الرد من قبل العدو الإسرائيلي، من شأنه أن يؤذي إسرائيل ويحدث خسائر، وهذا من غير أن بذل مجهود. أما بالنسبة لمن يرد، الجهة أو الفريق الذي يرد، بات محسوما أن إيران هي التي ستتولى عملية الرد، لأن أي رد يقوم بها غير إيران لا يحقق الأهداف الاستراتيجية والنفسية والمعنوية والسياسية التي يحققها الرد الإيراني. لماذا؟ لأن إيران انتهكت في سيادتها وفي أمنها القومي عندما استهدفت قنصليتها في دمشق، وبالتالي هي حاجة لتأكيد هيبتها وفرض معادلة الردع التي تحمي سيادتها، وهذا أمر لا يحققه إلا الرد الإيراني الذاتي. طبعا من غير المستبعد أن يواكب الرد الإيراني الحتمي بأعمال عسكرية يقوم بها هذا الطرف من محور المقاومة أو ذاك، لكن هذه الأعمال المساعدة ليس من شأنها أن تحجب الرد الإيراني أو تحل مكانه. ثالثا بالنسبة للمكان، المكان عندما اختارت إسرائيل الممثلية الإيرانية خارج الأرض الإيرانية وهي تحت العلم الإيراني، فإنها أعطت إسرائيل، أعطت إيران الحق أو الفرصة بأن تختار أي مكان داخل فلسطين المحتلة أو خارج فلسطين المحتلة ينسب إلى السيطرة الإسرائيلية. وليل أمس كانت وكالة مهر الإيرانية الرسمية للأنباء حذفت منشورا من حسابها الرسمي على منصة أكس كان يفيد بإغلاق إيران مجالها الجوي فوق العاصمة طهران، وكان المنشور ينسب إلى وزير الدفاع الإيراني قوله أنه سيتم إيقاف كل الرحلات الجوية في سماء طهران اعتبارا من منتصف ليل الأربعاء بسبب تدريبات عسكرية. هذا وكانت القوات البرية في الجيش الإيراني بدأت مناورات سنوية في وسط البلاد بمشاركة مختلف الوحدات المدرعة والراجعة والهجومية المتحركة وقوات الردع السريع الصاروخية وسلاح المروحيات والطائرات المسيرة ووحدات الهندسة ووحدات الإسناد.
إلى ذلك شيع أهالي غزة كل من حازم ومحمد وأمير أبناء رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية وعدد من أحفاده الذين استشهدوا بعد غارة إسرائيلية استهدفت سيارة كانت تقلهم في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة. وأشار شقيق إسماعيل هنية ناهض هنية إلى أن شقيقه قدم أولاده وأحفاده ليبرهن للعالم تقديم الشهيد تلو الشهيد، ولابد من الانتصار على حد تعبيره. القائد إسماعيل عبد السلام هنية رئيس حركة المقاومة الإسلامية حماس، وهذه الثلة المجاهدة الشهداء هي جزء من هذا الشعب، جزء من هذا الشعب الذي ضحى والذي قدم الشهداء. ورئيس المكتب السياسي لحركته المقاومة الإسلامية حماس الذي ضحى بنفسه منذ نعومة أظافره وعاش مجاهدا وعاش مقاوما وخاض الصعاب وقدم الشهداء من الأبناء والأحفاد، اليوم يقدم ثلة من فلذة كبده. النشرة مستمرة ولكن بعد هذا الفاصل. ماذا في أحوال الطقس مع بولين عون؟ مساء الخير. طقس ربيعي متقلب نسبيا عم بيسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط، بيستقر تدريجيا وبتعاود درجات الحراره بالارتفاع. جونا لبكره غائم جزئيا ودرجات الحراره عم تتسجل على الشكل التالي. الساحل اللبناني ابتداء من عكار مرورا بطرابلس، بيروت وصور عم بيسجلوا 22 درجه، بعلبك 19، اللقلو 11 درجه، زحله 20 وجزين 18 درجه. نسبة الرطوبة ساحلا تتراوح بين 65 و85%. الرياح السطحية غربية لجنوبية غربية سرعتها بين 8 و25 كيلومتر بالساعة، أما حال البحر فمنخفض ارتفاع الموج. خلينا نشوف تفاصيل الأيام الجاية. للجمعة والسبت جونا غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات وارتفاع بسيط بدرجات الحرارة يلي عم بتسجل ساحلا أقصاها 22 درجة لنهار الجمعة، أيضا لنهار السبت. للأحد والتنين جونا بتابع قليل الغيوم مع ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة لتسجل أقصاها 23 درجة لنهار الأحد، أيضا لنهار التنين. هيدي كانت أخبار الطقس للنشرة المسائية، بلاقيكم بكرة، تصبحوا على خير. ومع الطقس نصل إلى ختام هذه النشرة. للمزيد تابعونا عبر موقع otv.com.lb وعبر صفحات OTV على مواقع التواصل الاجتماعي X، فيسبوك، إنستغرام، تيك توك، وعبر قناتنا على يوتيوب. شكرا للمتابعة ونلتقي بيوم جديد. إذا الله.